من يصنع الجهل ويقتات منه لا يمكن أن يمد يده للتعليم. هكذا تبدو جامعة صنعاء متوشحة شعارات ميليشيا الحوثي الطائفية. الجامعة الأم التي رفدت اليمن بمختلف الكوادر المتخصصة تشكو اليوم من مخاصمة الشباب لها، ولم تعد وجهة خريجية الثانوية. لقد تسببت الميليشيا في تغيير وجهتهم، فثمة من غررت بهم واستغلت ظروفهم المعيشية ليصبحوا وقود حربها الطائفية، وآخرون يبحثون عن لقمة العيش خارج جغرافيا البلاد. في ظل هذا العزوف أقدمت ميليشيا الحوثي على تخفيض نسبة القبول بالعديد من التخصصات في جامعة صنعاء، وأعلنت كلية التربية عن تخفيض النسبة إلى 50% في 16 تخصصاً، وكلية الآداب في 12 تخصصاً، فيما كليات علمية كالهندسة تراوحت نسب القبول ما بين 55 إلى 65%. لا شيء يمكن أن يبرهن هذا العزوف سوى تلك الممارسات التي تنتهجها الميليشيا بحق التعليم في البلاد، حيث حولت الجامعات إلى منبر لمشروعها، وأخضعت الأكاديميين لدوراتها الطائفية بعد أن حرمتهم من حقوقهم. النتيجة كانت هجرة الكثير من العقول، ومن بقي منها وجد نفسه مجبراً على التماشي مع مشروع الجهل والخرافة، لذا لم يجد الطلاب ما يبحثون عنه داخل هذه المؤسسات العلمية. في الطرف الآخر، وتحديداً في مناطق نفوذ الحكومة، ثمة أيضاً تراجع في إقبال الطلاب على التعليم الجامعي، ويحكمه تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم حصول الخريجين على وظائف حكومية. لكن الخاسر الوحيد من وراء كل ذلك هو اليمن، الذي دفع فاتورة باهظة للحرب المستمرة منذ 9 سنوات، ويبدو مستقبل البلاد قاتماً، وأبناؤه لا يجدون طريقهم إلى التعليم ويتسربون خارج الجغرافيا.